هاي كيوريز، كي درتو؟ لاباس عليكم. اليوم غادي ندير واحد الفقره ديال شيماء قولي لي شنو ندير. هاد الفقره هادي نتوما كتسولوني اسئله وانا كنقول لكم شنو هاديروا. جو بونس باينه علاش، حيت انا كيعجبني نعطي الراي ديالي وكيعجبني نقول للناس شنو كيديروا. اوسو عندي اراء هما هادوك، اي عجبوكم؟ كيجيكم ميك اب ماي كيوت ليتل ماغ؟ سؤال ديالنا الاولاني اليوم، شيماء كنقرا مزيان ولكن ما كان فاليديش، قررت نخرج من القرايه بلا خبر دارنا ودابا خدامه في سونتر ابيل. مزيان، اول حاجه كون كنتي كتقراي مزيان هات فاليدي. هذه اول شوفوا باش نكونوا واقعين، الا كنتي كتقراي مزيان راه هات فاليدي. هذه راه كدبه كنا كنقولوها لوالدنا، والله الا قريت مزيان ولكن ما جبتش مزيان راه كنا كنكذبوا. ملي كتقرا مزيان راه كتجيب النقطه اللي كتستاهلها، وملي كتقرا مزيان راه كتفاليدي على الاقل 10. كون كنتي كتقراي مزيان ما تجيبيش 10. هذه اول حاجه. ثاني حاجه، لا ما مزيانش كيفاش تخرجي من القرايه غتسمحي فيها وهتمشي ديري شي حاجه زعما هير هكاك بلا ما تعلميهم؟ على الاقل هير قوليها لهم، ما تخليهمش معولين كيقولوا بنتي راه غادي تخرج، بنتي راه فاليدات. انا ضد الكذوب، انا ماشي ضد انك ديري شي حاجه انت بغيتيها ولا انت بغيتي ما بغيتيش تقراي، هادي انا معاك، ولكن ما تخليهمش هما طامعين وكيحلموا كيقولوا راه بنتي غادي تسالي العام الاولاني داز وانت راكي خدامه. ما يمكنش، خاصك تجلسي معاها وتقولي لهم ها شنو كاين وشنو كاين، ما تبقايش تقولي لهم ديك انا كنقرا مزيان وما كنفاليديش. قولي لهم شوفوا انا ما بقيتش باغا نقرا، ولا انا ما قديتش على القرايه، هكا بكل صراحه بيناتنا وبغيت نخدم وصافي وغادي تدوز. هادشي اللي كنتي انت بصح ما باغاش تكملي قرايتك، كملي كنتي باغا تكملي قرايتك رجعي وديري مجهود اكثر. شيماء، كيفاش تخرجي الناس اللي فيهم الطاقه السلبيه من حياتك؟ اوكي انا هنقول لك، خاصك تماتريزي واحد الحاجه، بلوك 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 بلوك. والله الا اللي كان سلبي هكا تعطيه فرصه للمره الاولى، كل عافاك ما كنبغيش نهضر في هادشي، عافاك انا كنهضري في داكشي الايجابي. انا حمقه كنهضري في داكشي الايجابي، كنهضري في داكشي البوزيتيف، واخا نبان لك ماشي هي هذيك ماشي مشكل. المهم الا ما احترمش المره الاولى ما احترمش المره الثانيه، انا كنعطي كاع ماكسيموم 3 ديال الفرص. هادشي في هادشي كنعطي 3 ديال الفرص ماكسيموم. بالنسبه لما بغاش يفهم ما بغاش يحترم الحدود ديالي انا غادي نقطع معاه بلوك. مالك كاع ما بقاش نجاوبك، شو ماك زايدني في حياتي؟ كيفاش ندير نخرجو؟ ما نخرجو تو سامبلومون، وما نتقلق ما حتى شي حاجه، حنت انا اللي رابح. هذاك الشخص ربما يتبدل، ربما يولي بوزيتيف من بعد، ايوا من بعد مرحبا بيه عاوتاني في حياتي، اما دابا انا وياك ما نتفاهموش. شيماء صاحبتي تزوجات بدون سابق انذار، ها اللي قلنا هاد الصحابات. هادي راه ما صاحبتك ما والو، هادي راه الفعاق قرطيطه، حيت كون كانت صاحبتك غادي تعلمك، غادي تعلمك راه ما كاينش شي حاجه داك كلشي جا على غفله. هذيك راه ما صاحبتك ما والو، كدابه كانت صاحبتك ها في حوايج وحدين اخرين، دابا حيت تزوجات قلبات عليك. اللي ما عرضاتش عليك نهار عرسها ولا اللي ما علماتكش راه ما صاحبه ما والو، هذيك فقط. يعني انت ما خصكيش تقلقي، صافي هذيك ماشي صاحبتك برانيه وما عرضاتكش، صافي دوزيها برديها وصافي الله يعاون. كاينين شي بنات ملي كيتزوجوا كيسحب لهم ما عرفت شنو، راه العالم كامل غادي يسرق لهم داك الزوج ديالهم ولا ما عرفتش، راه حتى شي واحد اختي ما مسوق لكم. ومشي زعما شي انجاز، راه عادي راه تزوجتو صافي صاحبتك مالها شنو دارت هي. شيماء، كيفاش نخليه يندم ويطلب مني الرجوع؟ علاش باغاه يرجع؟ هادي اول حاجه، علاش باغاه يرجع؟ علاش اللي مشى وخلاك علاش نبقاو تابعينه وخاصنا ندموه؟ ولا اختي ما هندموش حنايا، شوفي غادي يندم من مورا واحد الوقت، ملي غادي يشوفك وليتي احسن وليتي واحد المراه قاده وليتي دايره لراسك شي حاجه. اما دابا علاش هيندم؟ علاش هيندم وعلاش بغا ندمو حنا؟ اش بينه وبينه؟ صافي هو ما بغاكش الله يعاونو، كاين 10000 واحد اخر بلاصتو اللي ما احسن منه غادي يبغيك. اش بغا نبقاو نتبعو حنايا الا انا بغيت هذاك وبغيتو يندم وبغيتو يطلب مني نرجعو ونقول ليه لا؟
ولا غادي تقولي لي هي انت خاصك تركزي عليك انت، خاصك تشوفي انت شنو خاصك ديري، كيفاش تنسعيه نسعيه وصافي نسعي عليا الموضوع. قال لك حنا واش دراري صغار غادي نبقاو نقولوا له خصو يندم خصو يندم ويقول لي نرجع؟ علاش ما نحن دراري صغار؟ صافي دوزي انت الموضوع الله يعاونو مشى بسلامه. شيماء كنت مع واحد الدري في علاقه لمده 2 وتفارقنا، ولكن تصاوري انا وياه باقين عنده وخفت لي يدير بيهم شي حاجه من هنا القدام. اول حاجه علاش كتصوروا مع ماشي وحدين؟ وعلاش كتصيفطوا لهم التصاور؟ هذا غباء، هذا غباء عارفينها. ما تخلي عند حتى شي واحد شي حاجه اللي ممكن يستعملها ضدك. ثانيا ديزون درتي شي غلط بحال هكا ماشي مشكل، راه كاين القانون وكاين البوليس، اللي دار شي حاجه مشي تربى غادي تمشي تشكي به، مالو ما كاينش القانون في هاد البلاد راه كلشي كيتعاقب. ولكن انا كنبغيكم نتوما تكونوا ذكيات، ما تطيحوش في هاد الفخ، ما تعطيوش تصوركم ما تعطيوش تصوركم، ما تفرقوهمش. اختيش بينك وبين هذا كتبقاي تصوري معاه وديري معاه هادي وتخرجي معاه صافي كلاش. شيماء كنحس براسي مخنوقه وباغا نبقى بوحدي، فحال ليله غدا ندخل في الاكتئاب. دابا انتي حاسه براسك هادي هي البدايه ديال الاكتئاب، حاولي بزي على راسك انك تخرجي، انك تلاقي الناس، انك تطلبي المساعده، قولي لهم شنو كاين، قولي لهم كيفاش يقدروا يعاونوك. ما تديش على راسك غير بوحدك حيت هذيك هي أسوأ حاجه ممكن ديريها لراسك. دابا انتي محتاجه لو سيبور، محتاجه الناس يكونوا وحدك، محتاجه انك تفوجي شي شويه. ما تديش على راسك وتكتئبي، هذه هي اكفس حاجه ممكن ديري. حاولي تكوني قويه، وانا عارفك انتي قويه، نوضي وخرجي وديري شي حاجه اللي كتفرحك وغادي تدوز تيقي بيا. اختي السيد اللي انا معاه حبس داكشي اللي بيناتنا، قال لي بغيتك بالحلال، نهار غادي يكون هادشي ونكون واجد غادي نجي. اها مزيانه، كن هضري معاه وقولي له غير علمني زعما عطيني شحال خاصك ديال الوقت ان شاء الله باش تكون واجد، عطيني غير فكره. هادشي ما كيعنيش انه ما نبقاوش نهضروا، ايه انا معاك حبس العلاقه وحبس هادشي كامل، ولكن ما يخليكش هكا بوحدك معلقه، حيت عاوتاني كاين واحد الاحتمال انه يصدرك بهذه الطريقه، ولكن ما نعرف. حيت انا كيبان ليك وكان بصح كيبغيك غادي يعلمك، غادي يقول لك شوفي ها شنو كاين وها شنو كاين، انا راني ناوي الحلال كنوجد راسي، ها شحال ديال الوقت وغادي نعلمك، ويخليك مرتاحه يعني ما يخليكش هكا معلقه. ولكن شوفي ديري النيه وديري بينك وبين راسك واحد الفرصه سينيه، ولكن الا شفتيه ما دار والو غير ما بقاش كيهضر معاك وصافي، عارفه راسك راه كاينه شي حاجه اخرى ولا كاينه شي وحده اخرى. كذب عليك اختي. شيماء بغيت نعاود نقرا في الجامعه، ولكن عندي مسؤوليات، الدار والولاد، شنو الراي ديالك نقرا ولا نقابل الدار والولاد؟ حسن انا اللي بان ليا ديريهم بجوج، وحتى شي واحد ما يقول لي سي با بوسيبل. انا عندي واحد خالتي نزهه، هاي خالتي نزهه راه كتفرجت هي، المهم انا نقول لكم هاد خالتي نزهه هادي راه بنتها قدي هي صاحبتي، المهم ما علينا شاد كنسها. المهم سميتو عندها 3 ديال الاطفال، مكلفه بالدار مكلفه، ودابا راه عندها الدكتوره. اي الله يخليكم، دارت باك ليبغ وما تفكت تشداتو ودخلت للجامعه وقدت قدت دير كل شيء، كتفرق الوقت ديالها، ما جايبه مساعده، ما كدير كل شيء بيديها. تبارك الله عليها تبارك الله عليها تبارك الله عليها. انا اللي بغيت نقول لك دابا ونحفزك بلي هادشي راه بوسيبل ديريه، غادي تبركي على راسك ديال بصح، ولكن هادشي اللي عطى الله. بلاصه ما تجلسي تفرجي ليا في 3 السوايع ديال المسلسل غادي تجلسي تقراي، يعني اللي بغى الوقت واللي بغى يدير الوقت شي حاجه راه كيلقاها. ما ترتاحيش اختي الا كنتي باغا ديري هادشي كامل، حيت دابا انت هي الولاد والدار راه ديجا درتيهم، شنو غادي نلوحو هادو وغادي نمشيو ندخلو نديرو الجامعه؟ ما يمكنش، خاصك تجمعي بيناتهم بجوج
حيت الدار والولاد راه ما كيتلاحوا. شنو ولادك تقول لهم عارفه انا ولدتكم ولكن دابا خصني نختارني انا؟ ما يمكنش، راهم ولادك هذوك كلهم كيشوفوا فيك ماما ديري لنا دي بغينا هادي، هما الاولين كيوليو. ولكن عطي لراسك حتى هي حقك، ديريها في الجنب، غادي تخرجي لها من وقتك انت الشخصي. داك الوقت كما قلت لك جالسه كتهضري مع صحاباتك وتخرجي تلاقايهم وتتفرجي في مسلسلات تقراي فيه، هذا هو الحل. شيماء هرست التبصيل ديال الطاووس ديال ماما. شنو ندير؟ عندك ما دير الله يرحمك. شيماء عرضت على العائله ديالي في الخطوبه وحشموا بيا وجاو كاملين لابسين الكحل، ودابا حرت واش ندير العرس ولا بلاش، حيت ما بغيتش نعاود نزيد نتحشى. جاو نهار الخطوبه ديالك كاملين لابسين الكحل بحال شي جنازه، ما واجهتيهم ما هضرتي معاهم حتى شي حاجه صراحه. ما شوفي العرس هادي ديريه على ود راسك، واصلا ما غاديش تحشمي واخا حتى نهار العرس يجيو كاملين لابسين الكحل، ماشي شغلك. واش راجلك غادي يكون عنده مشكل؟ راجلك الا كان باغيك راه باغيك انتيا، ما بغيش عائلتك، ما غاديش يتسوق. شتي اللي كيبغيك كيبغيك بديك العائله ديالك الحمقى والله. ايه عندك هذاك الراجل يبدا يقول لك عائلتك مع عائلتك، راه شي حاجه ماشي هي هذيك تما. انا كيجيني الزواج هو انك انتي تقبلي على عائلته الحمقى وتا هو يقبل على عائلتك الحمقى، حيت جميع العائلات ديالنا فيهم شي انواع ضروري. شي كل عائله كتلقى شي واحد بشكل كتبقاي كتشوف فيه. انتي ابارامون في العائله ديالك كاينين بزاف، صافي قولوا هادشي اللي عطى الله، ديري راسك حتى انتي حمقى، هادشي اللي عطى الله. انا عائلتي دايرين بحال هكاك، العرس راه ديريه لراسك، الا كنتي باغا ديريه ديريه على ود راسك، ما باش ديريه على ودهم هو راه ما كاينلاش. شيماء كيتحرش بيا المدير في الخدمه، محتاجه نصيحه وانا باغا هاد العمل وانا اللي هزه والديا. اختي واخا تكوني هزه والديك، واخا تكوني ما عرفتش شكون هزه، راه التحرش ما كنسكتوش عليه وما كنتقبلوهش. اختي يا اما هديري شي مشكل تما، ديري غابور للاتش ار والله، قولي له ما شنو كاين وشنو كاين. الا ما قديتيش اختي ما زعمتيش، جمعي حوايجاتك وسير لبلاصه واحده اخرى، حيت الوحده خاصها تبقى تقاسه خدامه بشرفها وحاسه بالامان. يعني ماشي شي واحد ديما خايفه يجي شي واحد يتحرش بها، حيت اصلا هاد المتحرشين اللي شافوك بحال هكا سكتي على الهضره شوي غادي يمد يديه، شوي غادي تصدقي في شي حاجه واحده اخرى. اللهم بلاش، اللهم بلاش. انا اللي كنقول افضحيه وجمعي حوايجاتك وسيري والله، ما خسرت هي والو. بالعكس انا كنقول السكوت على شي حاجه ماشي هي هذيك هي اللي ما مزيانش، افضحيه والله. هذا نقرا لكم ذا مسج كيما جا. I just broke up with my boyfriend after being in a relationship for 4 years. He was married and I didn't know. غي هرب ليا. What should I do? سو قالت لينا بلي يلاه تفرقات مع البويفريند ديالها اللي كانت معاه لمدة 4 سنين، حيت اكتشفت بلي هو مزوج هاد المدة كاملة. بعد اللي بغيت نقول لك برافو عليك انك تفارقتي معاه، برافو عليك. صافي غادي تكمديها، دارت بيك، دارت بيك. ما فهمتش كيفاش دارت بيك لمدة 4 سنين، ولكن واخا دارت بيك غادي تدوزيها اختي وصافي غادي تسكتي. وهو دابا الدنيا راه دواره، اللي كيضحك على بناتنا بحال هكا كيضحك عليك وكيضحك على مراتو، وما محتاجاش انت تمشي تفضحيه ولا تمشي تقوليها لمراتو، راه غادي توصل ليها. ومادام داروك انتيا لمدة 4 سنين راه دايرهم وحدين اخرين. انت دابا اللي خاصك تركزي عليه هي راسك، حاولي تنساي، حاولي تشغلي راسك، حاولي تفكري في حوايج وحدين اخرين. وهاد الدقه واخا راه قاصحه بزاف غادي تدوز حتى هي، وهو ربي راه مكلف به الدنيا دواره. شيماء خاني راجلي ونادم، دابا عندنا جوج ديال الوليدات ومزوجين عن حب. انتي شنو باغا؟ واش باغا تبقاي معاه وتعطيه فرصه ولا باغا تمشي؟ انا هادي دابا كو كانت اي علاقه كما كانت غادي نقول لك اختي هزي حويجاتك وسيري بحالاتك، حيت الخائن كيبقى خائن. ولكن انت دابا عندك جوج ديال الوليدات، يعني عندك جوج ديال الاحتمالات، غادي تصبري على ود وليداتك وغادي ديري في بالك بلي هاد السيد ما غادي يتبدلش، ما تبقاش عليا نادم ما نادم. اللي خانك مره
غادي يخونك 10 ديال المرات. يعني واش انتي مستعده انك تبقاي جامعة ديك العائله على ود الوليدات فقط؟ يعني داك الراجل نسيه عليك، واخا يبقى راجلك نسيه عليك، داك خائن دابا صافي. يا اما غادي تمشي بحالاتك وصافي، يعني غادي تفكري مزيان وغادي تشوفي في وجه دوك الوليدات، شوفي انتي شنو خاصك ديري، حيت هذه لا سيتوياسيون ديال بوحدك، هادشي فيه بزاف ديال المشاعر، فيه بزاف ديال العلاقات، هادشي متعلق بك انتي اكثر من الراي ديالنا حنايا. انا الراي ديالي راه قلتو، اللي خانك مره غادي يخونك 10 ديال المرات. يعني شوفي انتي واش تقدري تحملي هادشي ولا لا. شيماء انا خدامه في واحد الميدان انا ما باغاش لمده 4 سنين دابا، انا باغا نبدل ولكن خايفه شنو ندير. مادام 4 سنين وانت كتفكري في هذا الشيء، انا كنقول لك اختي هرزاني، ما عندك ما تخسري، انت اصلا ما عاجبكش الحال، اللهم جربي في حاجه اللي تقدر تعجبك فيها الحال. الفرق بينك وبين شي واحد جرب هو انه الاخر جرب هو واخا خايف، ما تسوقش لذاك الخوف ديالو، انت ما تسوقيش ليه، ما تخافيش، يعني حسي بداك الاحساس ديالك انا خايفه ولكن غادي نزعم ندير واحد الحاجه مختلفه. جربي وربي معك. شيماء الوالدين ديالي ديما كيتنمروا عليا حيت تعطلت في الزواج، عندي دابا 31 سنة، عييت بزاف. أنا عارفة في هاد المجتمع ديالنا أنه 31 سنة كتبان لهم كبيرة كبنت، لكن واخا زعما 31 راه باقي شباب بزاف، والوحدة خاصها تساين تتلقى الشخص المناسب ديالها. الوحدة ما خاصهاش تزرب، ما خاصهاش غير اللي بان ليها تقول أوكي بسم الله. حاولي تحطي معاهم حدود وما تقبليش ديك الهضره وما تدخليهاش هكا لدماغك، واخا ما عارف شنو يقولوا لك، انت عارفه طريقك وعارفه انه ملي غادي تلقاي الشخص المناسب غادي تزوجي. هادشي راه بالمكاتب، ماشي حنا اللي كنتحكموا في هادشي ولا فوقاش غادي يوقع. وغادي نعاود نقولها، الزواج راه ماشي انجاز، ماشي شي حاجه اللي خاصنا نفتخروا بها، احقا انا تزوجت في 21 عام ومن بعد شحال وحده تزوجت في 21 عام وتلقات في 23، هذا زواج. وشحال من وحده حتى 35 عام ودوزت حياتها كامله مع هذا الراجل، هذاك هو الزواج ديال بصح اللي كيبقى الحياه كامله. حسن الاختيار هو اللي مهم. شيماء مره كيكون معايا مزيان، مره كيغبر وكيدور فيا، كيفاش ندير معاه باش حتى يولي مزيان؟ ما كنديروا حتى شي حاجه باش نخليو شي واحد مزيان، يا اما شي واحد كيكون مزيان معانا يا اما ما مزيانش. والواحد باش تعرفيه انه باغيك بالصح وكيقدر هاد لا غولاسيون معاك هو انه كيكون كلير وكيكون ديما معاك مزيان، ماشي اليوم واحد ثلاث ايام لا، انت وزهرك كل نهار وشنو، لا اللي كيكون معاك مزيان واللي كيبغيك راه معاك كل نهار والنهار كامل، ويجاوبك دغيا ويدير لك وقت ويقدرك ويخرج معاك ويبغي يدير معاك بزاف ديال الحوايج زعما لي زاكتيفيتي، ويبغي يشارك معاك حياته ويبغي يدير معاك بزاف ديال الحوايج، ماشي الواحد ما كيجاوبك ومره بارد وسخون، هذاك راه اي ني با انتريسي، اش تضيع بك الوقت بحال هكا وكيدوز بك الوقت وصافي. شيماء حصلتو كيهضر مع صاحبتي، عتبلوكيهم بجوج بهم، حيت هذاك ما صالحش ليك وهذيك ماشي صاحبتك وصافي. والله الا ساليت هذا الفيديو مع ساليت اتاي الجغمه الاخرى. الى عجبتكم هذه الفقره نكثروا منها حتى عز عليا نقول لبنادم شنو يدير. يلا كيوريز تهلاو، سلامه، نشوفكم في فيديو جاي، يلا باي باي، انا حاول ما تعطلش.